اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعاء زاد واسمع نداء فاقبل علي إذا ناجيت فقد هربت إليك ووقفت بين يدي مستكينا لك متزرعا راجيا لما لديك سواد إلهي إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تغتب برك عني في مماتي إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تبلني إلا الجميل في حياتي فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إلي المسيح إلهي إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بفهم وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك خدايا به درگاه تو عجز محضم خدایا رهامون نکن تو یه لحظه خدایا تو این نور که تو نامیدی میونه دل آمید رخشی خدایا ببین بندات قرق دردن خدایا اگه بندگی تو نکردم خدایا توی اون کسی که با دریای رحمت میتونی همیشه ببخش میتونی همیشه ببخشیم